إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. ما نقولوش ضواحي مدينة الدار البيضاء، لحقاش هنا محسوب على مدينة الدار البيضاء. يعني هنا طريق سيدي مسعود، إلى مشينا نيسان يعني غادي تلقاو الرومبوان ديال مكة اللي معروفة، ثم إلى مشينا من هاد الجهة المقابلة فغادي نتمو داخلين على مدينة بوسكورة. اكيد متابعينا الكرام اننا كنشاهدوا الاصلاح اللي كاين يعني هاد الايامات بالخصوص في ضواحي مدينه الدار البيضاء، بالخصوص منطقه بوسكوره والضواحي ديالها المكانسه الى ما جاور. ولكن بعض المرات يعني الساكنه فكيتحطوا بين واقع اللي يعني ما كيعرفوش واش المسؤولين، واش يعني كيبغيو شي واحد اللي غير يفهمهم ويهضر معاهم ويناقش معاهم يعني المشاكل اللي عندهم، مثل ما كاين اليوم مع سكان دوار داميه واللي كيحتجوا على البلاغ ديال الهدم ديال المنازل ديالهم بدون تفسير لذلك. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هنا متابعينا الكرام، كاين عائلات، ناس كبار، شباب، شابات، وليدات صغار، كل شيء كاين هنا. يعني عائلات، محلات ديال السكنه اللي كاينه هنايا. حنا غادي نتكلموا يعني مع الساكنه متابعينا الكرام، وغادي نشوفوا يعني منين هما بعدا ساكنين هنا. لحقاش انا على حسب داكشي اللي سمعت فهو صادم، اكثر من 100 سنه وهاد الديور كاينين هنا، واليوم جا القرار ديال الهدم ديالهم يعني بدون ما هاد الناس غادي يستافدوا ولا شي حاجه. السلام عليكم، شوفوا بعدا نبداو مع الحاج. السلام عليكم الحاج. السلام عليكم، بخير سيدي؟ لاباس؟ الله يبارك فيك. هاني يا سيدي. الله الحاج، شحال وانت هنايا؟ 84 عام. 84 عام وانت هنا؟ وانا هنا. ودابا شنو كاين الحاج؟ وهذا الشيء دابا بغاو ياخذوا لينا محلاتنا ويشردونا في الزنقه. القايد والباشا كيجي وعندنا تيضربونا يهدونا، كل نهار يهدونا. والملك ديالنا والبني ديالنا وكل شيء بغا يشردونا هكاك. 84 عام وانا هنا. 84 عام وانت ساكن هنا؟ وانا ساكن هنا، ما داروا معنا حتى حاجه. كل شيء هنايا. كل شيء هنا. واش الحاج هاد الهدم هذا دابا اللي كاين اللي بغاو يهدموا لك، واش معاه شي استفاده؟ معاه شي؟ ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه. كيهد لنا الصباح وعشيه، يهد لنا الباشا والقيد. فين قال لكم دابا تمشيو؟ ما قال لنا والو. قال كريو. خرجوا من محلاتكم وسيروا كريو. سيروا كريو. اه. وانت عندك باش تكري دابا الحاج كتشوف؟ ما عندي، عندي الله، انت كتشوف الحال. هاي هادي ما باش نكري، ما عندي باش نتحرك حتى حاجه. إذن بدينا مع الأكبر سنا متابعينا الكرام، وحنا هنا كنشاهدوا كيف ما قلنا يعني راه مختلف الفئات السنية. كاين وليدات صغار، كاين ناس كبار، كاين شباب، كاين شابات، كاين أطفال. المهم حيث الدلك معلم ما عليكش. السلام عليكم، نشوفوا يعني مواتنا، مواتنا هادو يعني اللي كيكونوا داخل كل بيت مغربي، وكنفتخروا بالامهات ديالنا لحقاش مناضلات يخدموا في الدار وعلى برا ويعاونوا ويربيوا وكل شيء. واليوم يعني انا نبدا معنا، نجي عندك المهمه دابا، نبدا مع السيده ونجي عندك. وليداتنا عندنا، ولادنا وعندهم وليداتهم، وجاو هاد الناس غيخرجونا. علاه حتى حاجه ما غاديش يعطيونا لا حقنا لا حق ولادنا؟ علاش كلشي خصنا ناخذوا ولادنا وناخذوا نخرجوا؟ بغا يريبوا لينا، قال لك خرجوا خريبوا. على حنا سيروا تكريو، على حنا عندنا باش نكريو واحد راجل انا كيشد 62 هذيك غتكري لينا؟ راه شاد لنا تريت، عنده جوج عيالات. واش بغا هاد الناس بغا يخرجونا نطلبوا ولا شنو؟ قولي سيدنا الخطاب قال لنا نعاونوا الناس، ما يشردوناش. لا ما يشردوناش، اعطونا حقنا ونخرجوا، اعطوا لولادنا ويعطونا. ما يعيشنا ولادنا. عندك وليداتك وولادك؟ اولادي وعندي ولادي وولادي كاع مجوجين معايا. عندهم ولادهم معايا، كاينين معايا ولادي، كاينين معايا ولادي، وكاينين معايا ضرتي، وكاينين معايا في محل واحد. عندنا الفوق والتحت، وبغاهم يشردونا. عايزين يخرجوا نريبوا لكم. ولا الملك ديالنا، ديال والدينا. اش باش نبقاو حتى حنايا حيت ما عرفناش شكون اللي معانا. حنا عندنا ولادنا، راه حنا كلنا دارنا بديورنا، ما خرجوناش عيلو جدنا ويروحونا. راه حنا بوليداتنا وولادنا، يعطوهم حق كلهم، يعطوهم ولادنا ولدو هنا. اه
وزيدون حنا بارضنا وليدنا واحد ديالينا هي تولادكم هنا وكل شيء هنا واش ولادنا هما تما ولدوا هنا واش جايه فيكم شي طريقه الحاجه ما جايين ندير الطريق انا راه جاله وعندي الاتامه وغيلوحوا لي الزنقه كي غادي ندير انا كي غندير انا شوف انا غادي نجي عندكم نتوما ديال الشباب والناس اللي عندهم دابا وليدات بغيت نسبق العيالات لحقاش كيهضروا من قلبهم هما يوصلوا الميساج من قلبهم هادو مواتنا انا امراه انا في ديال الراجل خلى لي الاتامه ما عندي فين نمشي انا وخطاب سيدنا عندي انا نمشي انا وليداتي الناس ماشي يشردوا الناس دابا انت هي وليداتك انا وليداتي مات الراجل الله يرحمه توفى غيلوحوني للزنقه ما عندي فين نمشي هانت ما عندي فين نمشي لا ما عندي فين نمشي ما عندي فين نمشي اخويا الله يحفظ جدابة الدرية فين تمشي ما عندي فين نمشي اخويا ما عندنا فين نمشي ما عندناش اسيدي والو متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا الكلمة ديال هاد الناس هادو انا يعني تعمدت انني نعطي الكلمة للعيالات الكبار والناس الكبار وبحال ما هاد السيدة اللي تشوفها لها الزوج ديالها وباقا هي وولادها هنايا غادي نرجع لكم بعد قليل متابعينا الكرام في مباشر بعد قليل دابا يعني مع الناس دائما هنا بدوار داميه دوار داميه واللي جاهم يعني قرار ديال الهدم في السكن ديالهم وفي الملكيه ديالهم لاكثر من 100 سنه وبدون تعويض بدون حتى شي حاجه متابعينا الكرام بعد قليل نتلاقاو الى اللقاء